وجاهد في سبيل الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله الحرام وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله والرسول عليه السلام. اللهم آت أجرا جزيلا لمن ساهم بماله وجهده لبناء هذا المسجد الجديد الذي سيكون وسيلة لاتحاد كلمة المسلمين ولأداء الصلاة مع الراكعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى ولو كمفحص قذافه بنى الله له بيتا في الجنه. رب اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الاخره والاولى، وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انهج بنا مناهج المفلحين، وألبسنا خلع الإيمان واليقين، وخصنا بالتوفيق المبين، ووفقنا لقول الحق واتباعه، وخلصنا من الباطل واتباعه، وكن لنا مؤيدا، فلا تجعل لفاجر علينا يدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعل في تجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا غفرته، ولا عدوا إلا أزلته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.
Allah
מבין, זה מדבר אותי. הוא לא מבין את זה שלא אוהב את זה. Da mas ni ni la gunda, da mas es mas, ci sei ni reste. Thank you.
Thank you.